هون جبل محسن وهون القبة. واحد من الجبل، أنا من القبة، هو من التبانة، واحد من السوق من هون. ساكن بالجبل؟ كان في عندنا مشاكل بين الجبل والتبانة، كان في كتير مشاكل قبل. كل البنايات اللي هي حوالينا إن كانت من جهة باب التبانة أو جبل محسن تعرضت لكتير أذى بوقت المعارك. هاي، كيفي؟ شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ هلا فقتي؟ لا ما فيني، بدي انزل على القرار. بدك شي؟ ماشي يلا بشوفك، باي. مرق بالصدفة أو شفت شباب أو سألوني قالوا لي أنت بتحب تغني؟ قويتي فت عند الأستاذ المايسترو قال لي شو مطقم ومنطقم وكذا هيك، قلت له إيه إنه شيء عادي لأنه أنا عارف قيمة هالمناسبة إنه تجمع جبل محسن وتباني مع بعض. اليوم إن بتمريننا كتير كتير مهمة، ما بعرف حنغني غنية أو غنيتين حسب أنتو وشطارتكم، التركيز يكون معي. كورال نغم أنا بصراحة بلشت حس التغيير فيهن بطريقة التعاطي مع بعض، بطريقة التعاطي معي، بطريقة التعاطي مع الموسيقى. شباب جوا، صبايا برا. في ذكاء عند الشباب والصبايا بهالمنطقة، في طيبة قلب أكثر من اللزوم. بحس إنه بهيدا المكان وقتها بيجي كل يوم بحس إنه أنا عم شوف طرابلس كلها بفرد مكان. بتنزل بتكب طاقتك كلياتها تحت وبتطلع. أنا بعد ما بعرف مين منهم من جبل محسن، مين منهم من التبانة، مين منهم سوري، مين منهم فلسطيني. جرب. بلش ينبنى ثقة بين بعض إنه هو ما بيستحي أو هي ما بتستحي تطلع على كرسي بده يغني. بحس إنه وقتها نآمن بالإنسان كإنسان ونقدر نلاقي الأدوات تأنه نلغي هيدي الطائفية، أكيد بنقدر نلغيها. أنا بآمن فيهن، بآمن إنه هن قادرين، بس بدي هن يآمنوا بحالهم ولبعض.